السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في قناتنا الرياضية، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، ان شاء الله تكونوا بخير ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم ناس الجياسكا رانا جبنا لهم المقابلة الودية اللي لعبوها امام شباب برج منيل اللي فازوا بها هدفين مقابل هدف واحد. لاحظوا في الصورة كان اللي قبل كنا نشوفه في بوغرة اللي كان حاضر في هذه الودية، وهذه حاجة تبشر بالخير به. يجي يتفرجك طاقم فني تاع المنتخب الوطني المحلي بيجي يتفرجك في ودية، هذا عنده اسماء أخبار باللي مليحة في شبيبة القبائل. نتمنى يكون ذلك. اليوم شبيبة القبائل فازت أمام شباب برج مني في تحضير، هي مقابلة ودية، تعتبر مقابلة ودية. مازال الخدمة، مازالت هناك خدمة وعمل كبير يستنى اسطنبولي. هادو لي ماتش لازم يبريباريهم، لازم يخدموهم في البريباراسيون. هادو لي ماتش يفيدوهم باسكو المقابلة تاع كأس الكاف راهي قربت، وهذه حاجة كنا نقولوا باللي دونجي ما سما شبيبة ما لعبش لي ماتش اميكو، لعبت بالك شباب مع شباب قسنطينة فقط. والله لازم لها تلعب لي ماتش بزاف يا جماعة. أنا نظن باللي لي ماتش اميكو هما اللي راح يبينوا بزاف الحوايج بزاف للمدرب، خاصة اللي كيب تعاود التقريب، تقريب تعاود كامل. فيه بعض الأخبار تقول باللي المدرب راه راضي في بعض على بعض التشكيلة. اليوم تاني نذكركم باللي بن ساحة كان حاضر في التربص أو كان مع بوغرة، متواجد مع بوغرة، حاجة مليحة تاني. أنا الشيء اللي نركز عليه أنه بوغرة الرجاء تفرج الماتش هذا ماتش ودي، صح ما عندوش لي ماتش بزاف ولازم يشوف ولازم كذا. المهم حاجة مليحة، ننتظر تعليقاتكم مع هذا الخبر يا جماعة. دعموا للقناة، هي بحاجة لدعمكم. مع فيديو جديد إن شاء الله. سلام.